شو شروطك؟ بدي أعرف أنا كمان. شاب آدمي مرتب ويكون منيح معه. هلا هاي شروط كل أم وبي لأولاده بتنفذها. في كتير شباب يعني اليوم. كيف بتفحصه أنت للشاب بطريقتك لتعرف إنه آدمي ومنيح وخرجة؟ هلا هو بعرفه من وقت الخلق اللي خطبته. كان صعب الخيار، كان صعب الخيار عنده لأنه صار في عدة خيارات وفي صعوبة. عيش عليك رند. صار في عدة خيارات وكان صعب الخيار. عدة خيار قبل كريم يعني. كريم عايش بكندا صح؟ صح. كان عندك شرط أساسي لإله شو؟ ما أنا عايش بكندا. أنا نرجع عن جرب نرجع على لبنان. لا أتجوزك ما بدي أعيش بكندا وخلصت. إنه مش تأتجوزك، هو كان حديث بيني وبينه، هو إنه كان عباله بمحل إنه يبقى بكندا، بس أنا كان نوي إنه روح على كندا، يعني ما كان حتى في 1% شانس إنه أقدر روح على كندا. هو شغله هونيك، كل شيء هونيك؟ شغله هونيك، بس قررنا اثنيتنا نغير حياتنا ونجي شوي أقرب على لبنان حتى بعدين نقدر نرجع نجي نعيش هون. يعني وين رح تعيشوا؟ إن شاء الله بلبنان يعني بالأخير. وأنت عندك هيدا الشرط يعني أنا ما بدي أبعت بنتي على كندا؟ ما في أبعتها لهوني يعني. أول شيء المشوار. لك مش بعيدة، أنا أمي الله يرحمها هيك كان لما يجيني عريس على أمريكا تسكر الباب، ما في على أمريكا. لا ما في عندي كمان يعني ما تعرفي لأنه بياخدوه منك. وأنت بتخاف كثير وبدك ياهن تحت جناحك. طبعا ما في أتحملك شيء. بس أنت يعني من ورا ظهر لران رح تسأل وتأتس عنه لكريم وعن لا عائلته. لا بعرفه بعرف أهله وكذا. لا بالعكس. لا طمنت بالك من أول دقيقة. لا انبسطت فيه لأنه هو آدمي وحبوب وابن أوادم وهيك يعني. ما حطيت له شروط؟ يعني ما بتطلع فيه لك انتبه أنت عم تخد لي ران يعني. هيك بابا يمكن ما قال له، بس ما في ما بقى حدا من رفقات بابا ما قال له لكريم. يعني واضح انه بيك مفضفض لهم منيح يعني. ما بعرف اذا مفضفض لهم، بس انه هن بحبوني. لا بعثت له فيديو مره على واحد يعني. شو بعثت له؟ تهديد قلت لك. لا واحد انه شو عمل بصهره بس ضرب له بنته يعني. شو عمل؟ كسره يعني. بدي هو واحد عم يضرب صهره. لا كريم خلينا ناشد كريم يعني، فيك تلحق حالك بعدكم خاطبين صح؟ لا هو مهضوم كثير كريم. لا لبابا. كريم مهضوم. هل نبهها إلها؟ إذا أنت قال له إلا لا إلها مش لا. طب أنا هو بارد ومهضوم يعني حبوه كثير هيك.